خططت أنا وعدنان مشان نعمل لنا كم سفرة حتى يرتاح من الشغل، بس الخطط تغيرت بعد المفاجأة اللي عملوها نهال ومهند. هلأ مدوشين وعم نجهز العرس. ما في أحلى من عشقة العرس. وأنت كمان بتحب الأعراس، وخاصة أعراسك. في ناس عم تحرجني. لا تفهمني غلط، عم توصلنا أخبارك دائما. إيه دائما عم بعمل استراحات صغيرة. لا تضغطوا على تحسين بيك. كتير عجبتني تشكيلة سياراتك. شكرا كتير إلك. في عندي هيك مرأة من وقت ما كنت شاب. عجبتني سيارة فورد الموديل 69. ايه وخاصة لون البيج، انا انزهلت وقت اللي شفته. ايه لكن بعرسكن رح تتخصص هديك السيارة، الكن هدية مني. عن جد عم تحكي؟ طبعا، بس اذا بدكن تعملوا العرس برات اسطنبول بتخبروني وببعتلكن السيارة لهونيك. شكرا كتير، فكرة كتير حلوة ما هيك؟ رائع، بشكرك على ذوقك. هون رح تعملوا العرس ما هيك؟ طبعا اكيد هيك عم نفكر. بيحكوا بس ما بتعرفي شو بيعملوا. ما بتشوفي الا مهند خطفها لنهال على باريس وبيتصل بيقول نحن تجوزنا. هذا مهند. لا، عدنان بيك ما رح يسمح بهالشي ابدا. عندي اعتراض، لازم كلنا نروح على العرس. انا وبابا بدنا نعطي نهال لمهند. يا روحي. تعال يا زهر. الله يخليك لا تعمل هيك. انا اسف. ايه فيروز خانوم، شو رأيك نستأذن من الشباب؟ ايه يلا أنا جاهزة. عدنان تأخر وما شافك. اليوم رحت شفته بالشركة، بس سبب وجودي هلأ هون هو فيروز خانوم. أهلا وسهلا، بس ما رح نعتبر هي زيارة، شي يوم لازم تتفضل لعنا على العشاء. كونوا واثقين، من اليوم ورايح رح نلتقي كتير. ايه بخاطركن يا شباب، سهرة سعيدة. مع السلامة. مع السلامة. لا تزعجوا حالكن. شو هالحكي؟ تفضل إذا ليلة سعيدة مراد. مع السلامة. ليش بابا ما اجى؟ تأخر كتير. بتصل فيه؟ انا رح اتصل. نعم يا روحي. حبيبي وينك لهلا؟ تأخرت وقلقنا عليك. انا اسف، لسه ما طلعت من الشركة. عدنان لا تزعلنا السهرة. ما عاد في تانجو. يلا تعال إذا بتريد. عفوني هالليلة، انتوا روحوا إذا بدكن. بس يا حياتي كلنا جهزنا حالنا وعم نستناك، ومراد جاب طقم جديد كمان. إذا ما بده لا تصري عليه، بعدين منروح. حكيت معك الصبح قلتي لي رح تروح. سمر لا تصري عليه. وأنا رح أجي معكن لوين ما بتروحوا، منروح منرقص. بس أنا مصرة. طيب حبيبي، انتوا روحوا وأنا بلحقكن. بس أكيد رح تجي. أكيد، بعد شوي أنا رح أطلع. أنا بحبك. وأنا كمان. جاي. يا ريت لو ما قصرتي، بجوز يكون تعبان. بيرتاح بس يرقص. أنا رايحة أجهز حالي. بما إنه عدنان بده يجي مع شوفيره، خلينا نروح بسيارة واحدة. بالرجعة بتجوا مع سعيد وأنا مع عدنان. ماشي. مراد ممكن تجيب لي شنطاتي من فوق؟ تكرم عيونك. أنت كتير أنيق. كونوا واثقين رح نشوف بعضنا كتير من اليوم ورايح. ما لعنك.